في تحمل شوي ماشي؟ خبرتها لبدرية رح نفوت وما حدا رح يشوفنا. لو رحنا لعند المعلم كان أحسن بكتير، هيك الشباب بيقدروا بالون علي. ما منقدر، مستحيل، رح خليك هون قدام عيوني. ماشي جوكان؟ أمك إذا شافتني وإذا عرفت أنه نحن فتنا على بيت لهديك البنت بينتزع الشغل كله، والمعلم سعيد رح يقتلنا. ماشي، نحن اثنين رح نكون جنب بعض، لا تفكر بشي، ارتاح ولا تضل عم تفكر. ليك أخوك جنبك هون، تمام؟ حسن تاشكين هون، رح حل القصة وعليهم. رح نزلك، استنى شوي. يلا تعا أخي، تعا، بس عمالك تعا، مسكتك، يلا يلا قوم، قوي حالك شوي أخي، استند علي، استند، شد حالك. تعال تعال أخي، يلا على نصتك، ساعدينا، يلا ساعديني فيه. لا تؤاخذي، تركيني، لا تورطي حالك. أمي إجت ولا لسه؟ لا ما إجت، استعجلوا رح تيجي بأي لحظة. يلا يلا فوتوا. ليش ما أخذنا المرة؟ كان الشارع فاضي وما حدا بيحس علينا. ولا صوت، لا تتدخل، فهمان؟ شو بيصير إذا خطفناها؟ بقتلها وبيخلص عذابها فورا. أنا كل يوم كنت عموت بالسجن من تحت راسها ومن ورا اللي عملته فيني، لهيك رح خليها تحس بالوجع نفسه وتترجاني، رح تحتاجني. شو نساوي؟ مين رح ناخد يا أغا؟ مو هلأ، بس ليصير الصبح. يلا امشي، خدني على هداك المخبأ. حسن وضعه صعب، بلكي صار له شي، لازم نجيب دكتور حتى يفحصه. دكتور مستحيل، ما بدي دكتور. تمام أخي، مثل ما بدك. ولا عارف، يلا يلا فوتوا. شو نمتوا ولا لسه؟ بنتي شو في انتو مناح؟ ليش وشك اصفر يا روحي؟ ما في شي امي، روقي. شلون بدي روق والدم معبي البيت كله؟ من مين هذا الدم؟ مني. شو يعني؟ انتي منيحة بنتي؟ شو في؟ ولا شي امي، روقي شوي، بسيطة، بس نزل دم من انفي، هيك بيصير وقت امشي تحت الشمس. وينو حسن؟ ليكي بنتي كل ما خبينا عن بعض عم نتورط بمصايب مالنا قدها. وينو حسن؟ اجى على البيت؟ على شو عم تطلعي؟ عم تخبوا عني شي؟ شو في قليلي؟ أمي؟ نشكر الله، تعال شوفك، أنت منيح؟ ايه منيحة، بس وطوا صوتكم شوي لأنه جوكان نايم. شبه ليكون مريض، خليني شوف. لا لا منيح، هو بيحب وحدة وهي ما بتحبه، ولهيك زعلان شوي وهلأ نام. خلي يلا تعي، خلينا نتركه يرتاح.
يا أولاد أنا مو عاجبني وضعكم. إن شاء الله يكون إحساسي غلط. انتبه لا تدعس، خليني نظفها. خليكي أنا بنظفها، وبعدين ما في شيء أبدا. عيد ميلاد جان بكرة. آه مزبوط، كنت عم أحكي أنا وحسن شو بدنا نحضر مشان بكرة. إيه تعالوا نحكي، أنا عم فكر نعمل له عيد ميلاد بالبيت، منزين البيت ومنعمل له قالب جاتو كتير بينبسط. وكلنا منعمل حالنا أنه نسينا، وهيك بتكون مفاجأة. أوعك حسن كتير رح يزعل. تعبت كتير اليوم. المهم تكونوا أنتم مناح ابني، هذا أهم شي عندي. يلا يا أولاد خلونا نفوت ننام. يلا ماشي. اجت أمك بدوش؟ حسن انتي شو عم تعملي ببيتنا؟ حسن ابني. لا تقولي ابني ابدا، هديك الايام راحت. قولي لي انت شو شابك لهم؟ جدي قلعه وما عنده مكان تروح عليه حسن. ما عنده ما؟ ها؟ وانت صدقتيها مو؟ صدقتيها ها؟ يلا نلع، انت ما لك مكان بيننا بنوب. اطلعي لبرا. حسن ابني روق. وانت كمان بتعرفي، كنت بتعرفي انه جاي؟ ايه بعرف. كيف يعني؟ وسمحتي له؟ عمتك رح تضل عنا هون لحتى تلاقي شي بيت. انت بعقلك امي؟ وعطول بتقولي لي حط عقلك براسك وفكر؟ انت اللي حطي عقلك براسي، فهمتي؟ لا تعيط هلأ بتفيق أخوك. هدول الناس خربوا حياتنا، انتو خربتوا حياتنا. ما تصدق اي شي بتقوله امي، عم يخططوا لشي مزبوط؟ لا تكذبي. ليش جيتي؟ جيتي لتوعي بيناتنا؟ حسن بدك توعي بيناتنا؟ شو جابك لهون؟ احكي اطلعي. خلص بكفي روق. مين بعتك؟ جدي مو؟ ها؟ مين؟ ها؟ مين؟ جدي مو؟ لا. جدي هذا هو. أنا بعرف أنا لعيسى بقى وحدي. لا حسن. حسن صدقني ما عندي مكان روح عليه، صدقني ابني. اسمعيني أنا رح ندمك، رح ورجيكي. حسن نقلعي، نقلعي لبرا. بكفي فوتي لجوا. يلا خليني احكي مع الولاد، فيني الباب وراكي. شو احكي أمي؟ حسن عود لنحكي. مبسوط بهذا اللي عملته؟ لسه بتستاهل أكتر، بتستاهل أكتر من هيك. أنت ما بتعرفي هدول الناس؟ ما بتعرفي شو كانوا يعملوا لحتى يحرضونا عليكي؟ بعرف. ما زال بتعرفي؟ ليش استقبلتيها؟ خليها تروح تنلع. وطي صوتك. ليكي هدول الناس مثل السم أمي، إنن دائما ما بيفكروا غير بالشر، حتى من جوا بشعين. أنا ما بدي إياها تكون هون، خليها تروح. أنا اللي جبتها على البيت، ما قدرت أتركها، بس أطلع فيها بتذكر كل شي بشع ساوته فيكي يا أمي من ورا لسانها. خليها تروح. لوين بدها تروح؟ أنا ما بحبها، بس شو خليها تنام بالشارع؟ تذكروا إنه نمنا بالشارع من يومين، بدكن يصير فيها نفس الشيء؟ رح تكونوا مبسوطين إذا عمتكن نامت بالشارع؟
لك هي عمتكم ما بصير نتركها. ابني أنا أكتر وحدة انظلمت من جدك، ما حدا انظلم مثلي، بس أنا ما فيني أظلم حدا. بعرف إنه عمتكم غلطت غلط كبير وكذبت عليكم كمان، بس هي دارت بالها عليكم بغيابي. المسكينة كتير تعبت عليكم، المخلوقة بتضل عمتكم، مشان هيك رح تضل قاعدة معنا لحتى تلاقي مكان. إن شاء الله ما يضيع المعروف اللي عملتيه معه. ما في شي بيضيع ابني، لكنا كلنا مجتمعين وهذا بيكفيني. إذا ضلينا قوايا ونحنا ما خبينا شي على بعض، ما حدا بالدنيا بيقدر يأذينا أو يوقف بوشنا. تمام؟ يلا لشوف عالنوم بقى. يلا تصبحوا على خير. وانتي بخير. احنا التهينا بحالنا ونسينا كوكان. يا رب ما يكون نام. وبعدين ما قلت لي انتوا الاثنين بشو وردتوا حالكم؟ يلا بدريه يلا فوتي. يلا بدريه اعملي اللي بتقدري عليه. حسن انا بعرف الاسعافات الاوليه، بس الشاب بحاجه لدكتور. انتوا ليش ما عم تفهم؟ خلاص ولا صوت. حسن اصحك يا طيب دكتور. ماشي ماشي خلاص اقدر. ماشي يا اخي ولا يهمك، انا بظبط كل شيء. انت اعملي اللي بتقدري عليه، اذا ما تعافى منجيب الدكتور لهم، بس وقت امك رح تعرف كل شيء وبدها تنهار. يلا بلشي على السريع بدري. عم يتوجع كتير، خلينا ننظف الجرح. يلا هلا قوم جيب لي مي بسرعه. يلا تمام رح جيب. يلا جوكان خليني نظف الجرح، بترجاك تحمل. عم تسمعني ما هيك؟ بترجاك تحمل. Oh.
حسن؟ صباح الخير. صباح النور. جبت لك شغلة. شو هاد؟ كل المعلومات اللي على لابتوب أردال موجودة بهالهارد. أنت شو عم تساوي؟ على شو عم تخطط؟ ها؟ أخي ليك رح لك، نحن مختلفين ومنتخانق، بس أنت زلمة شهم وفوق هيك عادل، واضح؟ أنا عرفت باللي عمله أردال بالعمال تبعه، بدنا معلومة مفيدة وانت رح تلاقيها. رقبته صارت بإيدك، هلا حاول تساعد هالعمال. هالشي مو قانوني، لهيك ما بستخدمه، ما بقدر بنوب. طيب افترض حدا سرقه وحطه قدام بابك وانت فتحته وشفت كل شي جواته، بيمشي الحال؟ بس بدي منك تجاوب على أسئلتي كلها. أول شيء كيف لقيته؟ وتاني شيء من وين بتعرف بقصة أردال مع العمال اللي بيشتغلوا عنده؟ عم بسمعك، جاوبني. أنت من الجماعة اللي خطفوا سيلين مو؟ بنتو سيلين عطتني اياه وهي خبرتني، ولا تتدخل بالباقي. وحمي بنته وخاصة من ابوها لانه عم يضربها. ليك حسن لا تجبرني احكي مع امك. ليك لا تعمل هالشي، انا وثقت فيك واعتبرتك اخي الكبير، كان فيني اخده لمحل تاني، وهي اول مره بقلك اخي، لهيك لا تعاملني مثل الولد الصغير. طيب ماشي، رح حل مساله التعويضات ورح احمي سيلين كمان. ماشي. أنا مو مستغرب من هذا الشيء أبدا، أنت زلمة منيح. شكرا حسن، انتبه على حالك. يا ربي دخيلك. صباحو يا أبو أنف وردي، يلا فيق، أنا اليوم عيد ميلادي، لازم نفيق ونصحصح ونشوفن إذا متذكرين ولا لا، بجوز يكون اشتروا لي هدية. أكيد أخي حسن بيكون متذكر. صباح الخير يا روحي. صباح النور، يوم حلو مو هيك؟
ايه لانه الشمس طالعه. يلا قوم على الفطور. اف منك يا حسن، ليش اصريت نفاجئه؟ امي نسياني عيد ميلادي. قدر اليوم عيد ميلاد جان، نحن رح نحضر له مفاجأة. اوعك تحكي شيء قدامه. لا انا متذكرة عيد ميلاده، معقول انسى هيك موعد يعني؟ بدري يا كان فاقشي؟ ما بعرف، هو راح هيك بظن، لانه انا سمعت صوت الباب الصبح، يمكن هو. لك شو هاد، وين بده يروح من الصبح بكير؟ بالدهان لأنه دبرت له سلفة. لا تضلي معصبة، عن جد تعبت من هالوضع أختي، حاجة بقى. ليكي تعبت نفسيتي من وراكي والله. آه أختي كيف صار هيك؟ آه أكيد نحن في عنا ساحرة بالمحل، إجت حلت كل شيء وبعدين راحت. شايفة شو حلو؟ ليكي يا ساحرة، إذا أنت كنتي شايفتيني وعم تسمعيني هلأ، ما بدي غير زوجي يكون غني، بس لو تنفذي لي هذا الطلب. أنا ما عم صدق أختي ابنه. إيه في عنا ساحرة، ألف مبروك. بتشكركم لأنكم عطيتوني الأمل ولو لفترة قصيرة. الحمد لله قدرت صلح المشكلة اللي سببتها مشان دهان المحل. بتمنى يعجبكم الشغل، الله يرزقكم يا رب. بتشكركم. قول بري. ممتاز، نزلت الحرارة شوي. الفضل إليك، أنت ما نمتي ولا خليتيني نام. الضربة كانت براسك، لهيك ما لازم تنام أول 24 ساعة. هي أول مرة حدا بيساوي هيك مشاني وبيهتم فيني. أنت بنتصل. وأنا أول مرة بشوف حدا بيعمل معروف معنا بدون ما يطلب مقابل. فتحت لنا بيتك. حسن شوي وبجي، أنا رح أنزل لتحت مشان ما تشك أمي بشي عم تسأل عنك. بدوش، الفطور جاهز. يلا. صباح الخير. صباح النور. كله صار جاهز. يلا. أنا اليوم حاسس حالي مبسوط ماما، كأنه هاليوم مميز. لك لوين رحت من عند الصبح؟ رحت تنقذ شي بنت؟ لا، رحت على الفرن جبت خبز وتازة. اقعد. تفضل. ماما نحن بأي يوم يا ترى؟ الجمعة. حلو، طيب شو التاريخ؟ الآن بتطلب إنه نكتب التاريخ على اللوح وأنا بدي أكتب، لهيك عم بسأل. أي وليش رح تكتبوا؟ عم تعدوا الأيام صايرين يعني؟ معقول؟ في رزنامة بالصف، اكتب منها. يلا لشوف، يلا حاجة تحكوا على الأكل. تفضل. أنا رح أتأخر اليوم المساء، عندي شغل إضافي. هو أنا رح أتأخر بالشغل هالوقت، عم فكر عزل البيت شوي مرت أخي، أحسن من قعدتي. إيه مثل ما بدك بنتي. أنت عندك تدريب اليوم شي؟ مزبوط، رح أتأخر شوي اليوم. كيف الشغل ابني؟ وانقاذ البنت من شغلك؟
لا أمي، نحن منصيد سمك وبس. شراب حليب. أهلين يعقوب بيك. حضرة المحامية، الشرطة اجت على البيت. ابني أجدر هرب من المشفى مبارح، هن ندوروا بكل محل وراحوا. استنوا خبر مني، كم ساعة وبجي. لازم نخفي هاد الولد عن الجيش ورجال الشرطة كمان، ما بدي حدا يقدر يلاقيه. ماشي، كونوا جاهزين كلكم. آغا، بدنا نخطف حدا من الأولاد؟ أي واحد منهم؟ اليوم ما تجي على المدرسة، لاقي حجة وإلا رح أفضحك أكتر يا حرمية السراقة. طعمت أبو أنا في وردي وأنا جاهز. ليش عم تبكي؟ يا أولاد لساتكن قاعدين؟ يلا تعالوا. ماما أختي عم تبكي. بعد شوي حبيبي. شو صاير قولي لي بنتي؟ أمي، مو أنت قلتي لي إذا حابة انتقل على مدرسة تانية بدي انتقل. بس أنا بحب أنستي. شو القصة بنتي؟ أي دام لا ما عم تتركني بحالي بنو. بنت نسليهان والكل صار ينادي لي حرامية. شوفي، حتى إننا حاطين اسمي حرامية بالمجموعة اللي بيحكوا فيها. شوفي كيف كتبوا على صورتي حرامية فوق منا، وكمان عم بتهددني مشان ما إجي على المدرسة. ما بدي روح. لا رح تروحي، إذا ما رحتي بتبيني ضيفة وقتها، وإنتي مانك هيك. خليهم يخجلوا من حالهم. أمي بترجع. لا تجادليني، رح تروحي على المدرسة. إنتي روحي وبعدك إنه رح حل القصة. خلي بنت المدام نسليهان تسترجي تقول هالكلمة مرة تانية، ماشي؟ بنتي وثقي فيني، تمام؟ يلا ضبي الكتب. ايه خدي له سندويشته لأخوك، حضرت له اياها ليك بالمطبخ. يلا شو طالعة؟ أنا كنت جاي لعندك. هي أنتي؟ ايه والله طالعة. ما بعرف شو بدي أقول يا جولبري، يسلموا إيديكي. أهم شي عندي إني كون صلحت الغلط اللي سويته، وبتمنى تسامحوني. مبارح تدينت مصاري مشان دهان لأدفع سلفة، وهلا هنن من حقك. لا مستحيل، ما رح آخذ ولا ليرة. ليش بقى؟ ما رح آخذ، أنتي وضعك مو منيح هالفترة ومحتاجة مصاري، ما رح أقبل. لا رح تاخدي، يعني رح تاخدي. يلا هاد تعبك جولبري. لا مستحيل، هدول اعتبريهم سلفة، مو أنت موظفة عندي؟ هاليوم إجازة، بكرة تعي 8 الصبح. عن جد أنت قلبك كتير طيب، ما بعرف كيف بدي ردلك هالمعروف. كل شي طلعتي هاد من تعبك وعرق جبينك. أنت خليتيني فخورة بحالي جولبري، أعطيتي أجدى درس ما بينتسى. لا أستغفر الله، اليوم عيد ميلاد جان، رح نعمل له مفاجأة المساء. يعني هالسلفة اجت بوقتها لأنه كنت بحاجتها. شكراً كتير لألك، شكراً. عايدي بالنيابة عني ممكن؟ طبعاً.
امشي. شكرا. لازم تتغذى منيح. ما شربت الحليب على الأقل كل هي. وحطيت الموبايل على الشحن هون. إذا صار شيء اتصل فيني بجي لعندك. لوين رايح؟ على الشغل لعند سعيد. أصحك بتقلي إنك عطيت الهارد للمحامي. مفكرني غبي أنت؟ صرت بفهم عليه أنا. ارتاح شوي أنت. جيب لك شي؟ ناقصك شي جيب لك يا؟ إذا بتقدر سندويشة تانتوني وكتر لي حد. ماشي هلأ بجيب لك وأنا راجع. سلم يديك. أنتو محظوظين وكتير. ما رح تمشوا بقى لحتى تقدروا توصلوا لمدرستكم، لأنه أخوكم رح يوصلكم. بس اوعوا تخبروا أمكم وإلا بقتلكم. بكرة رح طلع رخصة. ماشي يا فساد؟ ماشي. ما حقلنا يا أخي. وأنا كمان وصلني بطريقك يا حسن. معي شوية مصاري وبدي جيب شوية أغراض للبيت. ما في لزوم. أنت لا يهمك، أنا بجيب الأغراض. بس أنا عايشة معكم بالبيت يا حسن، وعم باكل مثلكم. خليني أصرف معكم، ما ضل معي كتير. يعني لو شو ما صار مستحيل أطلب فرنك واحد من أبي، بوعدك. وبعد فترة بدي دور على شغل منشان ساعدكم. يلا حسن. امشوا يلا. يلا مسكي أخوك. يلا شو عم تساوي هون قدر؟ العمى. شو نعمل آغا؟ شو نعمل؟ بدنا نلحقهم. وانتبه ما يشوفوك. بأمرك. تفضل. مرحبا حضرة المدير. أهلين تفضلي. أنا أم بدرية تاشكين صف حادي عشر شعبة أولى، في عندي طلب صغير. تفضلي عم بسمعك. في بنت اسمها دام لاتيز جان بتضل تضايق بنتي. تفضل شوف. بنتي بريئة وبتضل تتهمها بالسرقة. بنتي زعلانة وما بدها تجي على المدرسة. احكي مع أهلها خلينا نحل الموضوع. هالشغلات بتصير بين الأولاد، أكيد مزحة، لا تكبري القصة. من أيمتى صارت إهانة الكرامة مزحة مو أكتر؟ برأيي تحلي القصة أنت وأهلها، لا تدخلونا بالموضوع. دام لاتيز جان طالبة متفوقة وهي كابتن فريق الطائرة عنا، والمدام نسليهان رئيسة اتحاد المدرسة وهي عم تشتغل مشانها. يعني دام لا من عيلة محترمة كثير. الاحترام ما بيكون بس بالمصاري. أنا اسمي جول بريت شيتين، ماني رئيسة أي شيء، وما فيني أجمع تبرعات مشان المدرسة كمان. بس على طول بوقف مع الحق ولو على جستي، وما بسمح لحدا أنه يهين أولادي. ما رح أسمح له أبدا. رح يفحصوه ورح يشوفوا شو في. أكيد في ملفات مخفية وما قدرنا أنه نوصل لها. قولي لباركين يفحص الحسابات، بركي بيلاقي شي صغر بحسابات أردال ما رح نستخدمها، بس يعني ممكن تخلينا نوصل لشي مهم. بس كيف قدر يوصل لهي المعلومات؟ هاد حسن مو طبيعي.
مظبوط. شيماء خانو بمكتبها ببيناتنا موعد. كأنه يعقوب تشكين. صباح الخير يا ابن الهربان. انت شو عم تساوي بمكتبي؟ انا جيت لهون لحتى اشوف محاميتي. عندك مشكلة؟ يعقوب بك اهلين فيك، تفضل على المكتب. انت شو هذا اللي عم تساوي؟ عم اشتغل. هيك معقول شيماء؟ ما تتدخلي بهالقضية، هاي غير البناية، هون في وصاية أولاد بالنص، تركيها. لا، شو خايف مني قدير؟ ولا حبيبتك بتغار مني؟ لا تجني شيماء. أنا عم بعمل مثلك بس. بستأذن، موكلي جوا. نحن انتهينا. كمل ولا يهمك. شو رح نساوي؟ خلص وقف واهدى جبار، خليك هادي. يعطيكم العافية سيدي. في مشكلة شي نعطيك هوياتنا؟ خلص امشوا. يسلموا، الله يحمي الشرطة ويخليها فوق راس الشعب. شكرا، بتشكرك. يلا امشوا، يلا. تاج الراس، تاج الراس. والله أمهاتنا رضيانين علينا يا آغا. أي والله، لولا هيك كنا رحنا فيها. الله يطول بعمره. حاجتك تحكي، حاج بقى لك دعاس، ضيعناهن، استعجل. استنى حبيبي، لا تركض وقت الفرصة وإلا بتوقع وبتأذي حالك. وانتي لا تخافي من رفقاتك، لا تزعلي، ماما قالت اللي بيعمل هيك ماله منيح وغلطان. ماشي اختي؟ تمام. لا تركض. كيفك يا حلوة؟ منيحة. سؤالي صعب كتير مو؟ لساتني ناطر الجواب. صباح الخير أتكان. صباحك. لا تهتمي فيها، قولي شو رأيك؟ رح توافقي مو هيك؟ لازم نعمل شي حضرة المحامية، إذا ما لقينا أجدر قبل الشرطة رح تصير مشاكل كبيرة. إيه، واحتمال تزيد مدة العقوبة وهيك بيرفضوا طلب إطلاق السراح اللي قدمناه مشان وضعه الصحي. إذا سلم نفسه رح يفكروا. مو هذا همي، أنا همي جولبري. ليش؟ ابني أجدر المجنون بيحب لجولبري، وأكيد هلأ بيدور عليها، وإذا لقاها الله أعلم شو بيعمل. كيف يعني؟ ليش؟ شو ممكن يساوي؟ بيقتلها معقول؟ نحن لازم نخبرهم. قولي لجوزك شو صار لحتى يحتاطوا. بصراحة إذا ماتت موتت ربا، ما عندي مشكلة بهذا الشيء، بس ما بدي حدا يخصني يوسخ إيدي فيها. ماشي؟ طبعا هلأ بخبره، وأنا وقدير منحكي مع الشرطة.
رح نوقف أجدر ولا يهمك. تمام منيح. تفضل تفضلي رح خبره. شكرا. شوفي. أهلا وسهلا. أهلين قدير. بنت نسليهان فتحتها لبدرية بالمدرسة كلها. اتصلت بنسليهان وجاي لهون. يعني إذا عندك شوية وقت بدي تشوفها بصفتك محامي. بعرف إني غلطت وما بصير ابعت وراها بدون ما خبرك، بس ما عرفت شو أعمل قدير. كمحامي مو؟ إذا ما فيك تحل القصة خلص أنا بحلها. خلص لا تعصبي فورا، يلا عادي هون تفضلي. امبارح ما كان بدك ياني بحياتك لا كرفيق ولا حتى كمحامي، وفجأة من نص الدنيا برجع محاميكي. ما عم بفهم. لا تواخذيني. بدرية عم تحاول تبلش حياتها من أول وجديد، وبصراحة أنا ما بدي حدا يخليها ترجع لوضعها القديم. معك حق، رح أعمل كل جهدي. حلو كتير بعد القرار تبعك صرنا نلتقي ببعض أكتر من قبل. مرحبا. أهلين مدام نسليهان، كنا ناطرينك. تفضلي. بتشكرك. يا آغا بس يطلع نخطفه. شو دخلك؟ خليك بشغلك، لا تتدخل. العمى شو بتحكي؟ قرب هيك. مستحيل أعمل هيك. ارفعي دعوة ضدي، أنا ما عندي مشكلة بنوب، بس ما رح روح وأفضح بنتي قدام المدرسة كلها. ما رح تجبروني أعمل هيك شي معها. بس بنتك فتحت بنتي بدرية قدام كل المدرسة، وحضرتك بتعرفي منيح إنها بريئة. في أم بالدنيا بتعرف إنه بنتها عم تغلط وبتضل ساكتة؟ شو جاية تعلميني كيف بدي ربي بنتي يا جولبري؟ إيه معناه تثبتي العكس واعتذري عن الشي اللي عم تعمله بنتك. لكن خلوا شي ما تعتذر كمان، مو هي السبب بهالمشكلة؟ مظبوط. هلا نحن فينا نخبر خلوق، ايه ناخذ رأيه بالموضوع. نحن وقت رح نرفع دعوة تعويض معنوي هذا الشيء رح يأثر على البيت، منخبره. أنا ما بدي كبر المشكلة أكتر وكون سبب خربان بيتك. كل شيء بدي إياه إنه بنتك داملة تعتذر من بنتي قدام كل المدرسة. إذا هي ساوت هيك ما برفع الدعوة. أنا جيت أخي. في شغل؟ ساعدوا للشباب. وينو جوكان؟ بالبيت مقرب ونايم. جوكان الغبي عم ينام برا فمرض. هلا جوكان من هو صغير بينام برا، انت شو عم تخبي عني؟ شو بدي خبي عنك؟ معقول؟ يمكن هو بس بده ينام شوي، بعدين مانو تعبان وضعه منيح، حتى وصاني على صندويشة رح اخذ له اياها الظهر بعد اذنه. خدها هلا وضل معه بحاكيك المساء. بأمره. Thank you.
كوراي السريع بدي تراقبه. حاضر معلم.